تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و67 سنة، متورطة في قضية تكوين جمعية أشرار من أجل إعداد لجنايات التزوير واستعمال المزور مع حيازة أقراص مهلوسة لغرض المتاجرة. حيثيات النشاط الأمني تعود إلى استغلال معلومات واردة إلى المصلحة عن قيام شخص يبلغ من عمر 32 سنة بصدد شراء المؤثرات العقلية من إحدى الصيدليات المتواجدة بقطاع الاختصاص باستعمال وصفة طبية مزورة. على إثر ذلك وضعت خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وبحوزته الوصفة الطبية المزورة لتباشر المصلحة تحقيقها في القضية.